الحمد لله، طبعا الحمد لله على مكسب، بنكسب زي ما انت قلت في وقت صعب قوي، وفرقه محترمه قوي عندها كل مقومات النجاح وماشيه كويس في الدوري. فان شاء الله يعني اتمنى ان تكون بدايه كويسه بالنسبه لنا، احنا محتاجين مكسب نبني عليه، واتمنى من ربنا ان شاء الله توفيق حالتنا الفتره اللي جايه، لان هو الفتره اللي فاتت يعني هو الحمد لله على كل حاجه، بس احنا يعني احنا فرطنا في بعض النقاط، والتوفيق حالتنا في بعض كتير قوي عن النقاط، بس ان شاء الله اتمنى الفتره اللي جايه ان شاء الله نقدر نكمل على المكسب ده ان شاء الله. ماتش الاتحاد شايفه زي مباراه صعبه؟ اكيد طبعا، الدوري السنه صعب قوي، وخصوصا الدور الثاني زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره النقطه بالدم يعني، فانك تاخد 3 نقط النهارده من فرقه زي زد في ملعبهم اكيد مكسب كويس قوي. الماتش اللي جاي ماتش الاتحاد، ماتش اكيد فرقه الاتحاد فرقه كبيره، ان شاء الله هنخلص ماتش النهارده ونركز من بكره في ماتش الاتحاد، وان شاء الله تكون نكمل على المكسب على النهارده يعني. اليوم مبروك يا سالم. الله يبارك فيك، شكرا يا حبيبي. اذا الزميل العزيز تامر صادق اللقاء مع محمد سالم مهاجم نادي المقاولون العرب، عوض استكمال استاد التحرير، الزميل العزيز تامر صادق.